احنا استعدادنا ما كانش سهل، كان استعدادنا كثير قوي زينا زي الملاكمين الموجودين هان. يعني ان شاء الله انا موجود هنا عشان اتاهل عشان العب باريس ان شاء الله، ربنا ان شاء الله يكتب لي هذا الشيء. ان شاء الله ان شاء الله احنا قدها، احنا استعدادنا قوي ومعنوياتنا عاليه وثقتنا بالله ثم انفسنا عاليه وان شاء الله بنتاهل. شعوري بالفوز، ما بدي فوز انا بس بدي تاهل ان شاء الله، تاهل ثالث مره يا رب، ينزل شبابنا جميعا ونروح الاردن مرفوعين الراس يا الله، ما يطعنا تعب وصلنا جميعا ان شاء الله، فرحتي راح تكون بالتاهل الي وزملائي.